لكن هنا بقى جزء مهم جدا. موعدنا ان شاء الله الانتخابات 25 و26، دور الجمعيه العموميه، دور حضراتكم واللي في قدامنا اللي قاعدين معانا واللي في الشاشات اللي بيتفرجوا علينا، لازم يبقى ليك دور مؤثر برؤيتك وبتصويتك للمرحله القادمه. يعني حطوا انتوا مستقبل، ارسموا او اكتبوا مستقبل النادي. انتوا نزلتوا وعملتوا حقيقه ملحمه عظيمه جدا، وانا الحقيقه كنت متاثر جدا وانا واقف في الانتخابات وشايف ناس كبار السن والدنيا زحمه والدنيا فوق بعض، والناس عندها من العزيمه انها ازاي تخدم ناديها. كل واحد فينا بيخدم النادي بتاعه، كل واحد في مكانه. النهارده الاعضاء الجمعيه العموميه انا بطلب منهم التلاحم والنزول ان هم ينتخبوا نادي مجلس اداره الاهلي المستقبلي اللي جاي، ينتخبوا الناس ويحطوا الاسس اللي هم شايفينها علشان يعني يكون بالنسبه لهم رسم لده. لكن من هنا بقى الاعضاء العاملين بتوعنا عندنا عدد كبير، بس عندنا كمان كيان الاهلي، مش بس الاعضاء ومش بس اللعيبه ومش بس المدربين ومش بس كيان الاهلي، الجمهور كمان. الاهلي ده ملكنا جميعا، ملك الناس كلها. فالنهارده كل عضو من حضراتكم هو بيمثل مش عايز اقول 1000 صوت من جمهور الاهلي، فانتوا ضروري جدا تكونوا موجودين. يا جماعه الاهلي امانه، ولازم تشاركوا انك تكتب مستقبل ناديك. ده امر يعني واجب على كل واحد في الجمعيه العموميه انه يعمل هذا الموضوع. يعني انا كده الحقيقه وصلنا، احنا اشتغلنا، اكيد اخطانا، اكيد نسينا حاجات، فارجوكم سامحونا اذا كنا اخطانا في حاجه. وفي نفس الوقت احنا مش عاوزين نقول يعني اللي احنا عملناه، لا، اللي احنا ده واجب علينا، واجب على اي حد عاوز يتقدم لخدمه الناس وخدمه ناديه، فده واجب علينا. لكن في النهايه انا بشكركم جدا وبشكر ربنا سبحانه وتعالى، بشكركم جدا، الف شكر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.